دمك سرت ايدك تجوعك يستريح يلي كسرت ايدك تجوعك يستريح للقفق يا زراب الشهادي مش مليح وعيسى المسيح المات مصلوب وجريح قبل الصلب قامل مخلع والكثير وانت بعبا وجراب وشهادي ومديح كان فكرك توصل عبايتي من صحيح رح تدخل بحجة مسيح الموعبي وتطلع مثل يوضاف بياع المسيح يلي كسرت جوعك يلي كسرت ايدك تجوعك يتريح للقفق يا جراب الشهادي مش مليح عيسى المسيح المات مطلوب وجريح قبل الصلب قامل مخلع والكفيح وانت بعبا وجراب وشهادي ومديح ان كان فكرك توصل عبيتي من صحيح رح تدخل بحجة مسيح الموعبي وتطلع مثل يوضع بياع المسيح الكافر اذا بيت القداس بيلتقي بيصير من منهل التوبة يستقي الكافر اذا بيت القداس بيلتقي بيصير من منهل التوبة يستقي ولولا ببيت الكافر المؤمن بتتزغزغ النية بحديثه المنطقي داخل عبيتك دخلة الفادي التعي طالع مثل يوضاس قلبي مش نقي او مش بس وحدي كل ما بتعزم ملاك بيدخل تعي عبيتك بيطلع شقي بيت القداس بيلتقي بيصير من منهل التوبة يستقي ولولا ببيت الكافر المؤمن بقت تتزغزغ النية بحديثه المنطقي يا روح يا رواق داخل عبيتك دخلة الفادي التقي وطالع مثل يوضاس قلبي مش نقي ومش بس وحدي فلما بتعزم ملاك بيدخل تقي عبيتك بيرجع شاي مؤمن وكافر وفهمان وغفير عرفنا وعرفوا الناس وشمتنا الغريب بين مؤمن وكافر وفهمان وغفير عرفنا وعرفوا الناس وشمتنا الغريب بيتي يا موسى مثل فردوس النعيم ودخلت ليه وكنت بضياف الكريم وطلعت منه مجرم ومش مستقيم شو خف بيتي فيك يا كافر قديم قبلك دخل هاك الملاك على السماء ومنه طلع بثياب شيطان الرجيم فهمان وغشيم عرفنا وعرفوا الناس وتمشنا الغريب
بيتي يا موسى مثل فردوس النعيم واتكلت ليه وكنت بضياف الكريم ونطلعت منه كافر ومش مستقيم وخف بيتي فيك يا مجرم قديم قبلك دخل هات الملاك على السما ومنه طلع بثياب شيطان الرجل الشيطان ساعد ما ارتاقوا اتواضعوا اتمرد لانه سموح نفسه وشجعوا وحسك فيه ثاني وعزك موضعه لو حق في ضمير كلكم بيقلعوا انهالوا اذا مخايل بسيفه ومضعوا هيدي صور للناس ما بتشجعوا الشيطان قاسم ربك الما طوعوا ومنه خطف نص الشعب تيبعوا واليوم في بان المنابر من انتين رح يخطف الزجمال والمنظر معه اتمرد لأنه سموح نفسه وشجعه حتى الكنيسان وعزز موضعه لو حطي صميم كتفه بيقلعه الشيطان قاسم ربك ما طوعه ومنه خطف نص الشعب تيبعه واليوم شيطان الملاذر بالانتين رح يخطف الزقمة والمنظر معه يا حضرة الشيطان ضيعت الأصول مش كل شاعب تقدر تكتب العقول كتبتلك على الباب بالأربع أصول بآب وإبن والروح ممنوع الدخول يا حضرة الشيطان ضيعت الأصول مش كل شاعب تقدر تكتب العقول كتبتلك على الباب بالأربع أصول بآب وإبن والروح ممنوع الدخول يا حاضرين اتسمعوا شو عم يقول جاي الجريمة يعيدها ومنو خذول خلوه يخطفني وبهالمنبر يزول برجو يبرم صوت عرض انت والطول اوعى لبنا منوصل على المطهر سوا بطلع انا وهالآدم بينزل انزل الشيطان ضيعت الأصول مش كل ساعة بتقدر تصغي العقول كتبتلك على الباب بالأربع أصول بآب وإبن والروح ممنوع الدخول يا حاضرين اتسمعوا شو عم يقول جاي الجريمة يعيدها ومنو غزول خلوه يخطفني بهالمنبر يزول وبالجو يضرم صوت عرض وصوت طول وعندنا منوصل على المطعر سوا بطلع انا وهالآدم بينزل
منه.